تحصل مشكله. بقول له كده والله. ده معناه ان انت اكيد اكيد في رمضان بتحبش تفطر بره كتير، لانه أنا دايما الاكل في رمضان بره. لا عادي، انا بحب اروح في كل حته. لان بصي الواحد بيبقى عايز ينزل برضو ويشوف الناس ويشوف. بس الاكل في رمضان دايما بره بيكون مش بيبقى على مزاج الواحد قوي، لانه طول الوقت الوقت حسب تفطري فين الاماكن اللي تفطري فيها تفرق معاك كتير يعني. وان كان انا بجرب فعلا ما بفرقش يعني، انا لو معزوم في اي حته ما مش فارق بقى، راح مع اصحابي في حته بنفطر بيها ما عنديش مشكله. ف وساعه الفطار بقى كمان يعني ما غصب عنك لازم تاكل عشان هتكسري صيامك، فلازم بس ولو ما اكلتش كويس هتلاقيني باكل بعديها بقى الساعه 10 بالليل بقى، اكل اكله كويسه وخلاص ما بتسخرش يعني. بس الاكيد ده بيتخانق دايما على الاكل يعني، دايما كده يعني. هل اكيد في كده خناقات بينك وبين مراتك على الاكل ده ملح زياده الاكل؟ خلي بالك احنا كده في اجواء رمضان والله، طبعا بنحاول نعيش الناس معانا اجواء كابتن هشام حنفي في رمضان. بصي في الاول طبعا يعني انت بتتكلمي في الاول شكلك كنت تعمل مشاكل كتير، لكن بعد كده لا خلاص، ما طالما انا عارف هشام بياكل ايه وملحه قليل زياده، الحاجه متبله كويس، انا كده بحب الحاجه تبقى متبله قوي، ملح يبقى مش مظبوط بس فوق يعني سنه مملحه يعني. لا انا اكيل، فبستطعم الاكل كويس قوي، ما بحبش اكل الدلع، ما اعرفش اكل مش انا. هي مراتي هيلسي شويه لكن انا لا يعني، هي ممكن تاكل حاجه ستيم حاجه مش عارف ايه، انا ماليش في الكلام ده قوي يعني. لا اكل يبقى اكل فده لازم يعني. طب موضوع الاكل ده بعد ما بطلت كوره اكيد كان صعب عليك شويه، اللي بيحب الاكل واكيد مهما كان انت طبعا محافظ لحد كبير على 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 الفتنس، بس بعد الكوره احيانا في لعيبه بيحصل لهم دروب كبير يعني. وده حصل لكل زمايلي، معظم زمايلي انا جيلي لا ما شاء الله يعني الدنيا، فالحمد لله انا محافظ على مش جيلك بس يعني، ده ظاهره رونالدو انت شفته عامل ازاي يعني. كله كده، لان هو خلاص انت اوريدي ما بتلعبيش، ما كنت حارمه نفسك، كنت تلعبي في حاجات كتير قوي، فدلوقتي خلاص انت ما وراكيش حاجه. حتى لو هتقولي طب هبدا دايت من بكره، يجي بكره طب انا هاكل اكله حلوه النهارده تخليها بكره، فالموضوع خلاص يعني. لكن انا بلعب على طول، انا بلعب بدات اوقف اكله بالليل يعني، اكله بالليل دي تحديدا فرقت معايا شويه صحيا حتى يعني، حتى وانا نايم صحيا بعرف اخد نفسي وانا نايم. انا الاول بجد مش بعرف انام، ما انا واكل وباكل، ممكن وليد صلاح الدين يجي يروح مكلمني الساعه 2 بالليل يقول لي بقول لك ايه يا بص تعالى ننزل ناكل دلوقتي مش عارف ايه، يا عم 2 بالليل هناكل فين؟ هننزل عشان ما نزعلش، هو ساكن جنبي فننزل مع بعض، فتلاقينا دبين الساعه 2 3 بالليل، فعبال ما نرجع بيت 4 5 الصبح يعني. فهتنامي امتى وانت اكلك ملي يعني، فاهم بطنك مليانه؟ فلا قلت لا خلاص انا اخري الساعه 7 7 ده لو يعني اتاخرت في حاجه، ف7 ده انا هاكل اكله كويسه طبعا، بقيت احبها قبليها يعني. لو في رمضان يبقى على الفطار ما باكلش كتير عشان اعرف اتسحر كويس، فلما باجي اتسحر كمان بدي مساحه لنفسي في السحور، لان انا ما بحبش اللي هو ايه وقت اللي هو قبل الاذان بنص ساعه. في ناس كده اللي هو ايه عشان اقعد اشرب ميه كتير، لا انا مش كده خالص، بالعكس انا بتسحر قبل السحور يعني قبل الاذان بساعتين ساعه ونص خفيف قوي عشان اعرف اشرب، اعرف ابقى تمام. انا لو كلت كتير قوي على السحور بقوم جعان، فبتعب جدا جدا، مش عايز اقول لك بقى بتعب جدا. لكن لو انا لو اكلت من بدري قبلها بساعتين اتسحرت من ساعتين، لا ما الدنيا بتبقى تمام جدا، بيس قوي، الدنيا حلوه والحمد لله زي الفل يعني. طيب فين الفن بقى في رمضان دلوقتي ما بعد الكوره؟ ما بعد الكوره طبعا يعني، يا اما معظم الوقت بتقعدي في الاول في البيت تقعدي تتفرجي على مسلسلات معينه، كنت بحب اتفرج على صراحه التلفزيون جدا يعني، واصحابي كلهم فنانين يعني. فيا اما قاعد يعني، عايز اقول حاجه، وقت الكورونا احنا قعدنا سنه في البيت، انت ما بتنزليش، فقاعده انت بقى قاعده في البيت ما فيش خروج، بتنزلي يا دوبك بس سوبر ماركت تجيبي حاجتك بس، اللي هو لو انت عايز تنزلي شويه جنب البيت شويه تتمشي جنب البيت شويه ما فيش مشكله بتطلعي. غير كده انت قاعده بقى اللي هو بعد خلاص انت الصبح خلصتي القران وخلصتي كل حاجه، فبالليل قاعده بعد التراويح بقى خلاص بعد طبعا كله بعد التراويح بتقعدي بقى تتفرجي على المسلسلات، تشوفي انهي مسلسل بيضرب معاكي. انا بضرب دايما بالحظ سبحان الله يعني، يعني ده ساعات كده تقول ايه المسلسل ده شكله حلو، انا بقول هتفرج المسلسل السنه دي على فلان وانا ونصيبي عشان اتابعه. مين اكتر فلان بقى بتقول يعني صدفه كده ان انت كل سنه لقيت